السلام عليكم. فاجأت تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاوش أغلو فاجأت مراقبين عندما دعا إلى ضرورة المصالحة بين المعارضة السورية والنظام. سر المفاجأة أن أنقرة كانت من أشد عواصم المنطقة والعالم انتقاداً لنظام بشار الأسد ودعت إلى إسقاط النظام، فأعلنت ذلك مرة وأسرته في مرات إصراراً. وبالرغم من أن أنقرة أخيراً انتهجت سياسة أكثر انفتاحاً على المحيط الإقليمي شملت كل من مصر والإمارات والسعودية وحتى الكيان الصهيوني، فإن موقفها من دمشق له دلالة خاصة بما لتركيا من وزن وثقل في دعم الحراك السوري ضد النظام. نتوقف في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب مع التصريحات التركية والإشارات التي تطلقها صوب دمشق لنعرف دوافع أنقرة فيما يبدو أنه استدارة في الموقف من النظام السوري، وهل هذه الاستدارة توجه ظرفي تمليه ضرورات داخلية وإقليمية أم هو تحول استراتيجي؟ كما نبحث أثر الموقف التركي الجديد على طبيعة الحل للأزمة السورية ودور أنقرة فيه. قبل بدء الحديث نتابع وإياكم التقرير التالي. طوال سنوات مضت من عمر الصراع في سوريا لم ترى أي مؤشرات تذكر على تحول محتمل في الموقف التركي من النظام السوري، إذ كان موقف أنقرة شديد الوضوح في دعم الثورة السورية في سعيها لإسقاط نظام الأسد، غير أن الأيام الماضية حملت من المفاجآت ما أدهش كثيراً من المتابعين للسياسة الخارجية التركية. بدأ الأمر بتصريحات لوزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو كشف خلالها عن محادثة قصيرة مع نظيره السوري فيصل المقداد على هامش اجتماعات حركة عدم الانحياز بالعاصمة الصربية بلغراد قبل 10 أشهر، لتتوالى التصريحات من مسؤولين وسياسيين أتراك عن حوار محتمل بين أنقرة ودمشق قد يعيد العلاقات المقطوعة بين الجانبين منذ بداية الأزمة قبل 11 سنة مضت. وسريعا تطورت الأمور حتى بات الحديث عن مطالب متبادلة من دمشق وأنقرة لتطبيع العلاقات بينهما، فمطالب تركية تتعلق بضمان القضاء على التهديدات الأمنية التي تمثلها الميليشيات الكردية التابعة لحزب العمال الكردستاني في الشمال السوري، واستكمال التسوية بين المعارضة السورية والنظام، والعودة الآمنة للاجئين، ومطالبات من نظام الأسد على رأسها تسليمه محافظة إدلب والمعابر الحدودية مع تركيا. وبعيداً عن حقيقة أن حواراً سياسياً رسمياً بين الجانبين لم يبدأ بعد، فإن محللين ذهبوا إلى القول إن المبادرة التركية تأتي في سياق تحولات استراتيجية في السياسة التركية، تحولات شملت تطبيع العلاقات مع دول عربية عدة بعد تضررها في السنوات السابقة بسبب تباين المواقف من ثورات الربيع العربي. في المقابل يرى آخرون أن الحراك التركي نحو دمشق يتسق مع تحولات مرحلية في ظل حالة إعادة التموضع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وسط تغير معادلات القوة في العالم وإعادة رسم خرائط النفوذ بين القوى الكبرى والإقليمية، بما يستوجب إعادة ترتيب الأولويات السياسية لكل دولة، وهو ما يحدث ليس فقط في تركيا وإنما في أكثر دول المنطقة. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ يوسف كاتب أوغلو الباحث السياسي، ويشاركنا في الاستوديو أيضا الحوار الأستاذ جلال سلمي الباحث في العلاقات الدولية، وعبر سكايب من مدينة كاتانيا الإيطالية معنا الدكتور عبدالله تركماني الباحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة. أهلا بالضيوف جميعا. لو بدأنا معك أستاذ يوسف، ما وجهت الرأي القائل بأن تصريحات السيد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو تعبر بالضرورة عن موقف تركي جديد من النظام السوري، هل ترى وجهة في هذا الرأي؟ مساء الخير، تحياتي لكم ولضيفكم وضيوفكم والسادة المشاهدين. بداية لا شك في أن السياسة هي سياسة لا تعرف العداء الدائم ولا الصداقة الدائمة، وإنما السياسة هي لغة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، ولا يوجد مستحيل في السياسة. ولكن السياسة الخارجية التركية في الآونة الأخيرة أخذت نمطا نوعا ما هو ربما نسميه استدارة
توجبها التغيرات الجيوسياسية في المنطقة، بداية بانسحاب أمريكا من أفغانستان والعراق، والتغيرات الحادثة في ملفات شائكة سواء الملف العراقي السوري الليبي، وأيضا تحديات أخرى. والعالم كله الآن بعد الحرب الروسية الأوكرانية أصبح الآن هاجسه الأوحد هو موضوع الطاقة وقضية الغاز المكتشف في شرق البحر المتوسط. هذه كلها عوامل لا يمكن إهمالها، وبالتالي نعم هناك بعض التغيرات في السياسة الخارجية التركية، ولكن ليس على النحو الذي يفهم منه بالمعنى أن هنالك تغير استراتيجي. يجب أن نقول بأن هذه السياسة الخارجية الحالية. طيب عفواً أستاذ يوسف، قبل الحديث عن الاستراتيجي أو الظرف، هذا ربما نبحثه بعد 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 في المحور الثاني، لكن يعني أنا مهتم بأن أعرف منك لو سمحت فيما يتعلق بسوريا، هل لدى أنقرة موقف جديد من النظام السوري؟ وإذا ما كان هنالك موقف جديد، لو تحدد لنا طبيعة هذا الموقف كخبير في السياسة التركية. ليس موقف جديد بمعنى موقف جديد، وإنما هو إعادة إحياء المسار السياسي بشكل مباشر بدون وسطاء. كان هنالك أستانا، كان هنالك سوتشي، وكان هنالك محاولة فتح حوارات سياسية دبلوماسية بطريقة غير مباشرة من خلال روسيا وإيران في أستانا مع النظام، الذي هو يعتبر بالنسبة إلى تركيا جزء من المشكلة، ومن الصعب أن يكون جزء من الحل. ولكن ومع ذلك تركيا ترى بأنه يجب أن يكون هنالك ما يسمى سحب الذرائع، وأن لما لا إذا كان هنالك خرامة الحوار هذا أولا. ثانيا مع الأسف تصريحات وزير الخارجية مولود شاوشأغلو أخذت على غير محملها. كيف؟ التصريح باللغة التركية لم يتضمن كلمة مصالحة أو تطبيع، وإنما باللغة التركية ما تم الحديث عنه هو تفاهمات. وخرج وزير الخارجية بعدها بيوم أو يومين وصحح هذا المفهوم وقال نحن ما قصدناه أن يكون هنالك تفاهمات وحوار سياسي دائم، وبعدها جملة مهمة وفق تطلعات الشعب السوري، وهذه تحتها 100 خط. إذا القضية ليست تخلي عن الشعب السوري هذا أولا. ثانيا الحوار السياسي الذي نتكلم عنه هو حوار سياسي للوصول إلى نتائج، ليس فقط الحوار من أجل الحوار. أستانا وسوتشي لم تعطي نتائج، وبالتالي ربما الجديد في هذا الموضوع لما لا يكون هنالك تواصل سياسي مباشر. وقال صرح وزير الخارجية وأيضا الرئيس أردوغان عندما قال هنالك اتصالات أمنية واستخباراتية مباشرة بين تركيا وبين سوريا، وعلى الجميع أن يعلم هنالك دولة اسمها سوريا مسجلة في الأمم المتحدة ولديها مقعد في الأمم المتحدة وممثل لها، وقنصلية تركية في حلب وسفارة تركية في دمشق وغيرها في. وبالتالي لا نتكلم عن أطر دبلوماسية جديدة أو استدارة، هي عبارة عن فقط إحياء القنوات الدبلوماسية لحوار سياسي شامل يؤدي إلى نتائج وفق متطلعات الشعب السوري. طيب أستاذ جلال، يعني أنت كمراقب ومختص بالشأن التركي وحتى الشأن السوري، هل فاجأتك هذه التصريحات بغض النظر عما إذا كانت تفاهمات كما قال الأستاذ يوسف أم أنها مصالحة كما نقل على نطاق واسع بين كل وسائل الإعلام؟ هل فاجأتك أم أن هناك مقدمات طبيعية ساقت إلى هذه النتيجة؟ في البداية حياكم الله وأسعد الله مساءكم. في البداية صراحة كمتابع لم تفاجئني، لأن بالفعل كان هناك مقدمات. طبعا الأستاذ يوسف أجمل وأوجز، وصراحة يعني هو تطرق لعدة أمور، أهمها أتصور هو موضوع أستانا. موضوع أستانا لماذا لم تفاجئك؟ لماذا لم تفاجئني؟ لأنه في أستانا 6 تحديدا في أيلول سبتمبر 2017، يعني ما قبل حوالي 5 أعوام، كان هناك اتفاق واضح بين تركيا والأطراف الأخرى، والأطراف الأخرى هنا المقصود بها إيران وروسيا أيضا النظام السوري. وفق هذا الاتفاق الذي تم تسريبه في حينها على صحيفة أو من خلال صحيفتين شفقة التركية، أيضا من خلال مركز عمران للدراسات وهو مركز سوري موجود هنا في إسطنبول، وفق هذه الاتفاقيات كان هناك نعم اتفاق على أن يكون هناك تمدد للنظام السوري حتى سكة حلب وما بعد سكة حلب شمالا، يكون خاضع للسيطرة التركية وأيضا لسيطرة المعارضة. وهذا ما تم تطبيقه فعلا عام 2019. إذن الموضوع كان له مقدمات، أولا كان اتفاق سياسي ومبرم وفق ميثاق الأمم المتحدة، تحديدا القسم السادس المادة 33. في هذه المادة تقول بكل وضوح، هذه المادة تقول أنه يمكن لجميع الأطراف في المسجلة في الأمم المتحدة أن تجلس على الطاولة وتتفق على أمور سياسية ويتم تطبيقها على أرض الواقع، وهذا ما تم. إذن موضوع أولا الوجود التركي في الشمال السوري قانوني، ايضا الوجود او وجود النظام السوري الى تحديدا الى سكه حلب او وصولا الى سكه حلب ايضا قانوني،
وما يدل أيضا على قانونية هذا الأمر وتحركه وفق أطر الأمم المتحدة وبشكل يعني سياسي واستراتيجي. هو أيضا وجود قاعدتين تركيتين. نعم تفضل. أنت تقصد أن دخول تركيا في مسار أسيتانا ومن ثم سوتشي هو اعتراف ضمني بضرورة النوع من المصالحة، حل حالة الأمور. لأنه كما تعلم اليوم النظام هنا في تركيا، الحكومة التركية دعمت الثورة السورية كما نعلم حتى عام 2016. بعد عام 2016 كما تعلم أو يعلم الجميع سقطت حلب، وبعد سقوط حلب دخلت الأطراف مجتمعة. ثمة من يقول أن حلب لم تسقط، إنما حدثت تفاهمات بين تركيا وروسيا على أن يكون هناك نوع من المقايضة، حلب مقابل الشريط الحدودي. إذن نحن نبدأ الآن من عام 2016. أنه تم المقايضة وفق ما أنت تقول على هذا، لا وفق ما يقول المراقبون، وفق ما يقول خبراء ومراقبون، على أن حلب ستسلم النظام ويكون هناك منطقة آمنة. هذه المنطقة الأمنية تخضع للسيطرة التركية بالقانون وفق مثل ما حكينا ميثاق الأمم المتحدة، أيضا وفق اتفاقية أضنا 98، ومن ثم يتم التوجه تباعا إلى حل الأمر. بالتالي التواصل التركي السوري غير المباشر، وهنا السوري أقصد هنا النظام السوري، وفق ما تحدث به الأستاذ يوسف أن الجمهورية العربية السورية هي عنصر فاعل في الأمم المتحدة. إذن الموضوع لم يكن مفاجئ، الموضوع كان تباعا لعدة تحركات وصلت بنا إلى هذه الحالة. ما حدث الآن بالتحديد هو جملة التغيرات التي ذكرها الأستاذ يوسف مشكورا من أحداث حدثت في البحر المتوسط، حيث هناك عدة تحركات محورية تركيا تريد أن يكون لها دور بارز في مسارات الطاقة. أيضا كما تعلم هناك ما حدث في أوكرانيا، أيضا هذه الظرفية السياسية المتعلقة بأوكرانيا فرصة ذهبية يمكن تقييمها من قبل أنقرة من أجل أن تلعب مع روسيا في إحداث نوع من الحل السياسي المناسب لها في الشمال السوري. والنقطة الأخيرة والهامة، وهذه نقطة جيوسياسية موجودة منذ بدء الثورة السورية، ألا وهو منطقة شرق الفرات. كما تعلم بالنسبة لتركيا وروسيا وإيران وحتى النظام السوري، منطقة شرق الفرات مصلحة مشتركة، لابد أن يكون هناك توافق بين هذه الدول من أجل عدم تمكين القوى الغربية من هذه المنطقة، أيضا عدم تمكين بعض القوات الكردية الانفصالية من تحقيق مآربها. دعنا نسمع رأيا آخر من إيطاليا. دكتور عبد الله، يعني الأمور تسير في سياق تطور طبيعي كما يبدو أن الضيفان يتفقان على ذلك. أسألك عن المتغير الأبرز الذي دفع بأنقرة إلى إطلاق إشارات إيجابية أو وصفت بأنها إيجابية من قبل مراقبين تجاه النظام السوري، بعدما كان مسؤولوها عنيفين وقتاليين فيما يتعلق بالموقف من نظام الأسد. ما هذه المتغيرات التي غيرت الموقف؟ طيب، مساء الخير لك ولضيفيك الكريمين. أهلا وسهلا. وللمشاهدين جميعا. هلأ ما في شك، مثل ما قال الزملاء، في تغير بشكل عام في العلاقات الدولية في المنطقة، في تحولات. من الطبيعي جدا أن تعيد الدول يعني رؤاها للصراعات القائمة. هلأ فيما يتعلق بما قيل، أنا لن أكرر ما قاله الزملاء في الحقيقة، ولكن يعني سؤالي بالفعل، يعني مثل ما قال الأستاذ يوسف، في السياسة ما في صداقات دائمة ولا عداوات دائمة، هذا مبدأ صحيح، ولكن لما بيكون يعني في تجربة مع رأس النظام السوري، يعني تركيا حاولت منذ بداية الحراك الشعبي السوري أن تدخل على خط المصالحة وعلى خط إجراء إصلاحات تدريجية، وأوفدت وزير خارجية أحمد داود أوغلو نعم لهذا الغرض. إيه، وأوفد فعلا داود أوغلو إلى هذا الغرض، وبقيت المسألة أشهر في الحقيقة، وخاصة أن العلاقات بين البلدين في تلك الفترة كانت علاقات ممتازة وجيدة. بالرغم من هذا، للأسف لم يستجب رأس النظام السوري بشار الأسد إلى يعني الأجندة التركية اللي بتحافظ فعلا على وحدة سوريا، إصلاحات تدريجية من أجل قطع الطريق على التطورات التي رأيناها لاحقا
وبالتالي المحافظة على أمنها كدولة لكن إقليمية دكتور عبد كبرى. الله، يعني حتى لا يدركنا الوقت، أسألك عن المتغيرات سواء الإقليمية أو حتى الداخلية التركية التي أفضت بالموقف التركي إلى هذه النتيجة. لا شك كما ذكرنا في تحولات على صعيد الإقليم، على الصعيد العالمي، أبرزها بعد أوكرانيا في تحولات في الداخل التركي. يعني اليوم الأزمة الاقتصادية التي تعانيها تركيا، أزمة المعيشة، غلاء الأسعار، ما علاقة ذلك بالاقتراب من دمشق؟ هو في الحقيقة هذا اللي أحببت أن أقول، إنه الأخوة في تركيا واهمين إذا كانوا يعتقدون بأن الاقتراب أو الحوار مع نظام بشار الأسد سوف يساهم في توفير الأمن القومي كما يعتقدون طبعا. وأيضا هل مثلا الآن انفتاح على دول الخليج، حتى هم واهمون حتى لو كان هناك ضمانات روسية دكتور عبد الله؟ حتى لو في ضمانات، أي ضمانات هذه؟ يعني ألم يعني يضمن الروس منذ البدايات، لما حتى قبل تدخلهم المباشر، بأنه هن حتى وعودهم للأمريكان وللغرب والتزامهم بقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار الأخير 2254 لم يلتزموا بشيء. وبعدين حتى التجربة التركية، يعني أيضا هنا لابد أن نشير إلى التاريخ. يعني اليوم يبدو أن هناك مصالح مشتركة فليكن، ولكن لا أعتقد أن الأخوة في تركيا، قادة تركيا، عندهم دروس التاريخ. يعني في روسيا وهن أصلا جزء من حلف الأطلسي، وبالتالي يعني هذا الانحياز إذا صح التعبير والانزياح نحو نعم روسيا، يعني أعتقد بالعكس سيجلب نعم الكثير من نعم يعني المطبات في الحقيقة إلى نعم الأخوة في نعم أنا سألتك عن احتمال أن تكون هناك يعني ضمانات روسية بسبب أن هذه المواقف تبعت لقاء ثنائيا بين الرئيس التركي والرئيس الروسي، ولا بأس عليك أن تتسع الدكتور عبد الله، ربما قطرات من الماء تساعدك على المواصلة بشكل أفضل، لا بأس عليك. أعود إليك يا أستاذ يوسف، فيما يتعلق ب واضح أننا أمام شيء جديد، تركيا تريد أن تحرك المياه الراكدة، لكن هذا الموقف الاقتراب من دمشق برأيك نابع من قراءة تركية تمليها مصالح ذاتية داخلية، قراءة معمقة، أم أن المقايضات السياسية لها اعتبار ونصيب الأسد من هذا الموقف؟ يا سيدي، إذا أردنا أن نخوض في العمق قليلا، وإذا أردنا أن نحلل بشكل دقيق جدا، يجب علينا أن ننظر إلى العملية منذ بدايتها حتى نهايتها، منذ عام 2011 حتى 2015، أو دعني أقول قبل ذلك، قبل 2011 العلاقات التركية السورية كانت سمنة على عسل مع وجود نفس النظامين، يعني على رأس الهرم السياسي كان رجب طيب أردوغان، وعلى رأس نفس الهرم السياسي في سوريا كان بشار الأسد عام 2000، هو استلم عام 2000 بشار الأسد، والرئيس أردوغان استلم عام 2003، وبالتالي كانت العلاقات 2006 2007 من احسن ما يمكن. صحيح. انا كنت ضمن الوفد الذي ذهب مع الوفد مع الرئيس اردوغان الى دمشق لتوقيع اتفاقيه ما يسمى الغاء الجمارك، وحتى السفر بالهويه كان، ومنطقه حره في بين حلب وعنتاب، وكانت العلاقه متناميه جدا، وكانت قضيه صفر مشاكل عندما كان احمد داوود اولو وزير الخارجيه. واليوم ما الذي تغير؟ الذي تغير انه بعد الربيع العربي 2011 وتركيا اكثر من، وهذا كلام دقيق معلومات، أكثر من 63 اتصال مباشر مع النظام في سوريا أن لا يستعدي شعبه، أن يكون هنالك حل الأزمة بالطرق السلمية بعد اندلاع الانتفاضة. بعد اندلاع الانتفاضة، ولكن مع الأسف النظام السوري كان شعاره وما زال أتوقع إما الأسد أو نحرق البلد، يعني نظرة إقصائية قمعية، وكان لا يرى في المعارضة إلا أنهم هؤلاء إرهابيون. طب أين مصلحة النظام؟ سأتي إلى نقطة، أنا لا مصلحة هنا، هي عبارة عن نوع من البلطجة والسيطرة، البلطجة السياسية. أنا أقصد المصلحة التركية. سأتيك إلى هنا، تركيا كانت هنا ارتكبت تركيا بعض الأخطاء، ولنكن الانتقاد أنه نسمي النقد الذاتي،
2011 حتى 2015 كانت تركيا تنتظر وكانت ترى بأن لا تتورط في المستنقع السوري لوحدها، فكانت تنتظر إرادة دولية، تدخل دولي أممي، نادت بأن يكون هنالك منطقة حظر جوي، نادت بأن يكون هنالك منطقة أمنية. 2012 استخدم السلاح الكيميائي، أمريكا هددت ورعدت ولكن لا شيء أيام أوباما. 2013 كانت تركيا حراك داخلي، محاولة جيزي بارك في منسى في شهر 5، في شهر 12 محاولة انقلاب قضائي كانت تركيا، وانتخابات للرئاسة. نعم. 2014 فاز الرئيس أردوغان بأول أصبح رئيس إلى تركيا، داود أوغلو أصبح رئيس الوزراء، كان هنالك تحديات. طيب. وكان لأول مرة في الحراك السياسي الداخلي في داخل تركيا، مع الأسف حزب عدالة والتنمية كان ينزف، وبالتالي تركيا كانت تستعد. ولا ننسى أن التغير الحقيقي في السياسة الخارجية التركية تجاه الملف السوري بدأ بعد 15 تموز 2016. لكن معذرة أستاذ يوسف من أجل الوقت، يعني لو تعطيني جوابا على هذا السؤال. سأعطيك على هذه النقطة مهمة. ما عندي وقت. لأن هذه النقطة مهمة. 15 تموز 2016 عندما أيقنت تركيا بأن أمريكا هي وراء، وبعض الدول الداعمة لأمريكا هي وراء محاولة الانقلاب الفاشل وإسقاط النظام الديمقراطي في تركيا وإسقاط أردوغان، وأيقنت أن هنالك مماطلة من قبل النظام الدولي في الملف السوري، قالت يجب أن نقطع حبل سلطتنا بيدنا بعد 40 يوم من محاولة الانقلاب الفاشل. 15 تموز 2016، 20 أغسطس آب 2016 كانت معركة درع الفرات. دخلت تركيا بقرار أحادي وقامت ودخلت منطقة درع الفرات وأيقنت. ثمة من يقول ليست بقرار أحادي، وإنما كان هناك اتفاق مع روسيا على أن حلب مقابل الشريط الحدودي السوري. هذا قبل حلب. هذا نتكلم عن قبل حلب الآن. قرار درع الفرات أنا أعني ما أقول. قرار درع كان قرارا تركيا بامتياز، تركيا محليا بامتياز، رغم أنف أمريكا ولم يكن هناك تفاهمات لا مع إيران ولا مع روسيا. وبالتالي هنا بدأت الإرهاصات. هنا وبالتالي كان هناك تخطيط أمريكي مسبق. نعم. أن ضرب العلاقة بين تركيا وروسيا من خلال إسقاط الطائرة الروسية من قبل جماعة فتح الله في 2015. نعم. اغتيال السفير الروسي في أنقرة في 2015 لضرب العلاقة بين تركيا وروسيا. وبالتالي 2016 بداية التحول في العلاقة التركية نحو روسيا، وانحدار الثقة، بل سمها إن شئت انعدام الثقة بين تركيا وبين الناتو وبين أمريكا. نعم. الناتو سحب باتريوت من الحدود الجنوبية، وإلى الآن ما زال يدعم قسد ويدعم البي واي دي والواي بي جي بأسلحة. 83,000 شاحنة حملت وإلى الآن يتم تحبيط. من الذي سلم قسد؟ من الذي سلم ما يسمى روجافا وشرق الفرات إلى قسد؟ أليس أمريكا والدول الغربية؟ لكن كل هذه السرد الذي سردته، هل هذا يبرر برأيك الاتجاه، يعني ما الذي سيوفره التقارب مع نظام دمشق؟ أحسنت، هنا النقطة المهمة. تركيا الآن هي أمام ما يسمى لعبة التوازنات الإقليمية. هذا المورد أنا أبني عليه. الآن روسيا هي العامل المؤثر الحقيقي على الساحة السورية، لا إيران ولا أمريكا ولا دول التحالف. وتركيا ترى بأن روسيا إذا ما أرادت تركيا أن واحد عندها مشكلة أساسية تركيا في الملف السوري. المشكلة الأساسية الأولى هي الأمن القومي التركي، وهو خط أحمر وحدود 911 كيلومتر، وهي ترى بأن المخطط الأمريكي والغربي وربما أيضا من تحت الطاولة دعم من روسيا ودعم أيضا من بعض الدول الأخرى في إنشاء كيان انفصالي على أساس عرقي كردي يفصل تركيا جنوبا عن عمقها مع الدول العربية، وربما هذا الكيان يصل إلى حتى الشواطئ الدافئة في البحر المتوسط. طيب. هذا الكيان تسعى أمريكا له 30 عاما. هذا الكيان ربما كان هناك تفاهمات روسية أمريكية وهذا لا يصب في مصلحة تركيا، وبالتالي كان درع الفرات. هذا أولا. ثانيا جاءت غصن الزيتون بالتنسيق مع روسيا. طيب. في عفرين. ثم بعد ذلك الآن نبع السلام رغم أنف يعني كل من أمريكا وروسيا، وتم التوقيع في شهر يعني التصالح مع النظام سيقطع الطريق على أمريكا. لا تصالح مع النظام يا سيدي، القضية هنا التوازنات، أن روسيا تعتبر بيضة القبان أو حجر الزاوية. تركيا تعول كثيرا في أن يكون هنالك التوازن الإقليمي، واحد تمكين تركيا على الأرض بالتفاهم مع روسيا، ثاني وروسيا هي التي تقول لتركيا عليك أن تتفاهمي مع النظام، عليك أن تفتحي خطا مع النظام. هذه عبارة أنا أعتبرها بالمفهوم السياسي هي عبارة عن مناورة سياسية تركية بامتياز. نعم. لماذا؟ لأنها تخدم المصالح التركية. نقطة واحد الأمن القومي التركي. نعم. ثانيا ورقة المهجرين السوريين 4 مليون داخل تركيا و4 مليون على الحدود. وهذا سنتكلم فيه. سنعرف مدى هذا التحول في الموقف التركي بعد قليل، لكن مزيد عن هذا الموضوع يأتيكم بعد وقفة قصيرة.
مشاهدينا الكرام في الوطن العربي، يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايلسات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي. كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن التصريحات الصادرة من أنقرة بشأن النظام السوري ودعوات كبار المسؤولين الأتراك إلى ضرورة مصالحة أو تفاهمات بطريقة ما بين المعارضة السورية والنظام. أستاذ جلال، لا يمكن الحديث عن هذا الموقف التركي الجديد بمعزل عن الداخل التركي. الآن هناك ضغط في الداخل التركي، أكثر من 3.5 ملايين لاجئ سوري، المعارضة التركية تستثمرها بنجاح بين قوسين، ما أدى إلى إضعاف حزب العدالة والتنمية، وهذا واضح تماما للمراقبين، وربما إضعاف سلطة الرئيس أردوغان بشكل أو بآخر. التقارب أو التواصل أو التحاور مع النظام السوري كيف يمكن أن يخدم منظومة الحكم التركية في هذا السياق؟ نعم، كما تعلم العدد كبير، وبالتالي الأمر لا يمكن أن يكون أو يبقى على ذلك إلى ما لا نهاية، لابد أن يكون هناك حل. لكن أيضا نقطة أساسية قبل أن نتحدث عن هذا الموضوع، أريد أن أشير إلى أن التوافقات الجارية أو حتى التصريحات التركية إنما هي الآن تخاطب الجانب الروسي ولا تخاطب النظام بشكل مباشر، بمعنى أنه هي تعلم أيضا تركيا أن النظام لا يحل ولا يربط الآن في سوريا، وتعلم أيضا مدى ضعف النظام، وتعلم أن هذا النظام لن يستقبل اللاجئين استقبال جيد أو يعمل على إعادة ترتيب أمورهم بالشكل المطلوب. هي تعلم ذلك وتعي ذلك بشكل كبير. الهدف التركي هو أن تكون فعلا هناك منطقة آمنة، لكن لإنشاء هذه المنطقة الآمنة لابد أن يكون هناك توافق مع روسيا في البداية، ويتبع ذلك إيران وصولا إلى النظام السوري. لذلك التحرك التركي هو يأتي في هذا الإطار أولا وأخيرا، وليس التوافق مع النظام السوري بمعنى عودة العلاقات لما كانت عليه ما قبل عام 2011، لأنه أتصور أن هذه العلاقات لن تعود كما كانت في السابق. ربما نشهد في قادم الأيام بعض التفاهمات، ربما نشهد مثلا لقاءات على مستوى دبلوماسي يشمل مثلا نائب وزير الخارجية وغيره، يعني لكن هذا لا يعني تخدم في الداخل التركي هذه. نعم، آتي من هناك إلى هذا الإطار. في حال تم التوافق مع الفاعلين في سوريا بجميع عناصرهم، روسيا وإيران والنظام السوري، تركيا تنشد إنشاء منطقة آمنة. هذا هو الهدف المرصود، وهذا هو الهدف يعني المعول عليه هنا في الداخل التركي. في حال تم إنشاء المنطقة الآمنة سيتبع ذلك حالة استقرار أمني وسياسي، بمعنى لن يكون هناك هجمات من النظام السوري، أيضا لن يكون هناك هجمات من روسيا على منطقة إدلب وأيضا شمال حلب. وهنا سيتم أو ستكون هناك فرصة لتركيا لإنشاء بعض البيوت، أيضا إنشاء يعني بعض يعني المناطق الصناعية. هذا أن تركيا تحاول نقل. أستاذ جلال، هذا كلام جديد، يعني أنت ترى بأن هذه التصريحات التركية تعبر عن موقف تركي أكثر تقدما فيما يتصل بضمان المنطقة الموجودة، المناطق الآن المحررة من النظام السوري الآن، الحفاظ عليها وحمايتها مستقبلا؟ تماما، يعني بمعنى وبآخر اليوم تم تثبيت هذه المنطقة الآمنة، لكن إلى الآن هناك خروقات سواء من النظام السوري أو روسيا أو حتى بعض الميليشيات التابعة لإيران، حزب الله وغيره. لكن هذا الوضع يستحيل أن يبقى على ما هو عليه دائما، يعني لكن في النهاية وصولا إلى النحو الاستراتيجي. أنا سأصل إلى النحو الاستراتيجي. هناك كما أسلفت هناك توافقات وفق القانون الدولي، لكن كما تعلم القانون الدولي أحيانا قد يكون كالصنم الطمر، بمعنى أن النظام السوري أو إيران أو حتى روسيا يمكن أن تأكل هذه الطمرة عندما تريد. لذلك تركيا تحاول قدر الإمكان أن تفتح خطا للتواصل مع النظام السوري ومنحه بعض الاوراق، منها ورقه انه هذا النظام بدا يتعوم رويدا في المنطقه، هذا النظام بدا يعود محو علاقات تجاريه وعلاقات دبلوماسيه. العلاقات التجاريه تستخدم ايضا التحرك الدبلوماسي للنظام في الاقليم وعلى الصعيد الدولي. مقابل هذه الاوراق تريد ان تضمن اكثر استقرار هذه المنطقه. ضمان استقرار هذه المنطقه ياتي من خلال اعطاء النظام هذه الاوراق التي ذكرتها، مقابل على سبيل المثال رفع وجود القوه العسكريه التركيه في المنطقة الآمنة على سبيل المثال، من أجل توفير حماية أكبر، أيضا دعم أو دفع الجيش الوطني إلى أيضا أن يكون لديه نوع من الاعتراف الضمني حتى من قبل النظام أو روسيا بأنه جيش هنا يحمي هذه المنطقة، وهو أيضا بشكل أو بآخر محسوب على سوريا وليس محسوب.
تنصب عليها تركيا. هذه التفاهمات كلها ستأتي بنا إلى موضوع أزمة اللاجئين. كما نعلم هذه الأزمة موجودة فعلا، أصوات حزب العدالة والتنمية هناك بعض الانخفاض فيها من 50% أو 51% إلى ما يقارب حوالي 41% أو 42%. بالتالي إذا قلنا أزمة اللاجئين لم تأثر، هذا يكون كلام إنشائي، هي فعلا أثر. لذلك تركيا ترى أنه لا بد أن يكون حل استراتيجي على هذا النحو، بمعنى أن تخفف عدد اللاجئين هنا من خلال إرسالهم من المنطقة الآمنة، وبعد إرسالهم من المنطقة الآمنة تحمى هذه المنطقة من خلال التوافق مع النظام السوري أيضا. يعني هل أفهم مما يدار من حديث في هذه الجلسة أن الموقف التركي فيما يتعلق بالدعوة إلى تفاهمات أو مصالحة بين المعارضة والنظام موقف استراتيجي، يعني تحول استراتيجي في السياسة التركية من سوريا من النظام السوري، أم هو مرحلة تمليه ضرورات انتخابية داخلية بالنسبة للرئيس؟ أنا في رأيي الشخصي ليس تحول استراتيجي، إنما هو عبارة عن فقط هي الآن تحت هذه الظروف الطارئة، ونتكلم عن وضع الانتخابات واحد، ثانيا الآن التفاهمات الروسية وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا في ظل التغيرات الجيوسياسية والإقليمية في المنطقة، فتركيا تريد أن يعني هي نوع من المناورة السياسية سميها إن شئت، أو نوع من الحل السياسي الذي يرضي روسيا وليس سوريا. النظام يا سيد هو جزء من المشكلة ولن يكون جزء من الحل. النظام هو متعنت، النظام الآن يتبجح بعض المسؤولين في النظام السوري يقول لك تركيا إذا ما أردت المصالحة معنا عليها أولى أن تنسحب من الأراضي في الشمال السوري. عن أي أراضي تتكلم؟ هي أراضي تحت سيطرة قوات تعتبر تركيا أنها إرهابية، ميليشيات إرهابية، وتركيا دفعت دماء شهداء من أجل تأمين منطقة آمنة، في عجزت كل الدول على تأمين هذه المنطقة الآمنة. تركيا لن تتخلى عن المناطق الآمنة لأنها واحد ضمان لأمنها القومي، ثانيا ضمان للملايين الذين هربوا من هذا النظام. هذا النظام كجلاد ولا يأمن ولا يؤتمن على ضحايا. لكن أنت قلت، استهللت حديثك هذا أستاذ يوسف في بداية الحلقة، وقلت كلام قاعدة سياسية مهمة، أن هناك لا يوجد عداء دائم ولا وفاق دائم في السياسة. نعم، وبالتالي سأمنع هذا الكلام. أنا سأمنع هذا الكلام. المصداقية في التعامل هو أساس التفاوض بين الدول. عندما يكون هنالك، نعم الآن تركيا تقوم بفتح قنوات الآن، ولماذا التصريح وزير الخارجية بعد 10 شهور؟ هو عبارة عن بالون اختبار، وهي رسالة إلى روسيا أكثر منها إلى سوريا، بأن تركيا ليس عندها مشكلة في التحاور أو فتح قنوات حوار مع النظام السوري. ولكن أنا أستبق الأحداث، أقول هذا النظام الذي هو ديدنه إما الأسد أو نحرق البلد، هو لا يملك أصلا أي حلول. لو كان يملك هذه الحلول السياسية مع المعارضة، وبالتالي هو وزير الخارجية التركي مرت وشؤول قال قبل يومين ماذا قال؟ قال أن هذا النظام هو أفشل كل المحاولات السياسية للحوار، واحد. طيب ليس هناك جديد؟ ثانياً لا، هناك دليل. الستاني لماذا؟ لا، ليس هناك جديد. نعم، يعني هذا موقف تركي معروف. لا، هنا نقطة مهمة جديدة. ماذا قال وزير الخارجية التركي؟ قال نقطة مهمة، قال بأن هذا النظام يرى في المعارضة أنها إرهابية، وبالتالي طب إذا كان جزء المشكلة ونظام ومعارضة، النظام يرى هذه المعارضة إرهابية وتركيا ترى أن هذه المعارضة محقة، هذا جزء من الشعب، لا يمكن إرهاب 9 مليون إرهاب، وهذا النظام لا يريد أن يتخلى عن الكرسي مهما صار، وبالتالي تركيا الآن هي تعيش في هذه الأزمة. إذن هي رسالة ليس للنظام السوري وإنما لمن يدعم هذا النظام ويعطيه الشرعية، ألا وهي روسيا. يقول لروسيا نحن الآن نحاول أن نكون هنالك قنوات حوار سياسية، ولكن مع هذا النظام ربما لن نصل إلى نتائج. تحدثنا معذرة أستاذ يوسف، الوقت أدركنا، تحدثنا طويلا عن السياسة التركية وعن الموقف التركي وعن الدوافع التركية، لكن لو ذهبنا إلى إيطاليا لنسأل الدكتور عبد الله عن المعارضة، عن السوريين، مجتمع الانتفاضة، مجتمع الثورة السورية، هل ينبغي لهذه المعارضة السورية الآن أن تنظر للموقف التركي الجديد على أنه طعن في الظهر، أم أن هناك تفهما سياسيا لضرورات الأمن القومي ولضرورات استمرار القيادة التركية الداعمة للنشاط والحراك السوري؟ طيب شكرا. قبل أن أتحدث عن المعارضة، هناك بعض المغالطات يعني قيلت من الزميل من الأستاذ يوسف بعجالة سأتوقف عندها. يعني المقارنة بين بشار الأسد في 2004 والمصالحة التي تمت والعلاقات الجيدة مع اليوم، بعد أن يعني هجر نصف الشعب السوري بما فيه يعني في تركيا وفي المناطق التي تسمى محررة وفي أوروبا وفي العالم، نصف الشعب السوري الآن، لا يمكن المقارنة بين بشار الأسد في
في 2004 واليوم، هي واحدة. لا تتوهموا أخي الكريم أنه ممكن النظام السوري يعني موضوعيا لا يمكن تقسيم سوريا. حتى الأخوة الأكراد في سوريا موزعين ديموغرافيا وجغرافيا، يعني في سوريا كلها. هذه هي قضية التقسيم والخطر التقسيم كذا. هذا كلام، دعني دكتور عبد الله، يعني هم موزعون جغرافيا في كل سوريا، صحيح هذا، لكن الكتلة يجري تجميعها في الجزيرة السورية، وهناك دعم فرنسي والماني وامريكي للكتلة، بل انها يعني الان تسيطر الاكراد على كتلة جغرافية لا تمثل ابدا القوة الديموغرافية الكردية هناك، وهناك دعم دولي لهذا التوجه. يا استاذ هذا توجه صحيح، بس عمليا لا يمكن ان يحصل. يعني في الواقع الجغرافي والديموغرافي والتوزع الاكراد في كل سوريا لا يمكن ان يحصل مثل هذا. لذلك لا يمكن ان تبني على شيء، يعني وهم تبني سياسات. ثم في ناحيه يعني يعني الاستاذ يوسف يعني لم يذكر ايران وخطر ايران بالمناسبه، يعني قال انه لا يمكن او ايران، النظام السوري لا يمكن ان يقف باي موقف الا باراده ايرانيه وروسيه والايرانيين خاصه. لذلك كل الضمانات الروسيه بتقديري ستكون ليس لها يعني على وماذا أرض عن الواقع. وماذا عن سؤالي، هل ينبغي للسوريين ان ينظروا الى الموقف التركي الجديد على انه طعنه، ام هناك تفهم للمصالح الامن القومي التركي والضرورات الانتخابيه الداخليه للقياده التركيه؟ هلا من جانب ما في شك، يعني من حق تركيا دوله اقليميه عظمى في المنطقه ان تاخذ السياسات التي تريد، ولكن ايضا الشعب السوري، وللاسف طبعا لما نحكي عن المعارضه يا استاذ زياد، معارضه رسميه هي في حضن تركيا، يعني ماذا تريد تركيا؟ بتعمل للاسف. واحد السلبيات الكبيره بالنسبه للسوريين طبعا انهم لم يستطيعوا فعلا ان يعني يقدم معارضة وازنة قادرة علاقاتها ومستقلة أيضا، ليست خاضعة لهذا الطرف أو ذاك، يعني هذه مسألة مهمة. لذلك يعني في الواقع يعني الجانب الأول أنه من حق الدولة التركية، ولكن أيضا من حقها أو من واجبها، وهي بتعرف تماما أن إرهاب الدولة الذي مارسه نظام بشار الأسد طوال السنوات الماضية، الذي استخدم الكيماوي، ومنذ أيام كنا في ذكرى الكيماوي، ألف وأكثر 1200 في الغوطتين الشرقية والغربية قتلوا بالكيماوي، من استخدم أيضا البراميل المتفجرة، من هجر ونصف الشعب السوري، هذا لا يمكن الاعتماد عليه وإقامة يعني ويكون مضمون في أي علاقات. وثم من قال بأنه هو ممكن أن يوفر الأمن القومي لتركيا؟ الأمن القومي لتركيا، تركيا دولة وازنة في المنطقة، وبالتالي يعني أولا بالتعريف الأمن القومي ليس فقط أمن الحدود والخارج، هو أمن يبدأ من داخل كل بلد عمليا. طيب. وبالتالي يعني هذا الوهم بأنه أنا بتقديري في تكبير، نعم، في تعظيم كثير لخطر قسد وقوات ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية، نعم، صحيح مرتبطين بالبيكيكي وهذا خطر وكذا، ولكن يعني تعظيمه كثير واعتباره أنه خطر يعني كبير على الأمن القومي التركي، بعتقد بأنه نعم هذا خطأ كبير، يعني يضر
في تركيا ويضر في الشعب السوري. وضحت الفكره دكتور عبد الله. لو رجعنا الاستاذ جلال، يعني برايك ما حدود العلاقه الممكنه بين النظام السوري وانقره؟ لان هناك تحول واضح، وهناك سلسلة متدرجة من المرونة التركية التي تظهر في اتجاه النظام، بغض النظر عن الغاية من هذه المرونة الظاهرة، ما حدود العلاقة الممكنة بين أنقرة ودمشق برأيك؟ يعني إذا ما تحدثنا، وقد أسلفت في الإجابة على السؤال الأول، أنه يمكن أن يكون هناك بعض التدرج في تحسين العلاقة، بما يشمل أولا أن يكون هناك تعامل تجاري مباشر. الآن التعامل التجاري أصلا موجود بين البلدين، ولكنه بصورة غير مباشرة، بمعنى أنه ليس هناك تعاملات بين البنك المركزي السوري والتركي. قد يشمل ذلك تعامل تجاري مباشر، أيضا قد يشمل افتتاح أكبر للقنصليات التركية الموجودة في حلب ودمشق، أيضا القنصليتين أو القنصليتان السوريتان الموجودتان، واحدة في اسطنبول وأيضا هناك واحدة في عنتاب. قد يشمل تطور يتفوق على الموضوع القنصلي بما يشمل العلاقات الدبلوماسية، بمعنى أن يكون هناك عودة للسفراء، لكن لا أتصور أن هذا الأمر سيكون حاليا، ربما هذا يأتي بعد فترة من الزمن وبعد تبادل الأوراق وبعد يعني جس أو بعد أن ترى تركيا مدى جدية النظام فعلا في المضي قدما في هذا الإطار التوافقي. أيضا قد يشمل ذلك موضوع أن يكون هناك فعلا إعادة لبعض السوريين الموجودين على الأراضي التركية بأن يعودوا إلى المنطقة الآمنة أو حتى يعودوا إلى المناطق التي لكن الرئيس أردوغان قالها صراحة إن الموضوع اللاجئين الأتراك لن يغلق الأبواب ولن يرسل اللاجئين السوريين، لن يغلق الأبواب أمامهم ولن يخرجهم من تركيا، وهذا قال موضوع لا نقاش فيه. يعني في طبعا في نقاش داخلي بين الباب مغلق قبل حوالي مقارب عامين عندما تم إيقاف منح المقصود أن الموجودين السوريين الموجودين في تركيا، يعني هذا الموضوع محسوم بالنسبة للرئيس أردوغان، فلذلك ربما يقول هناك من ليست ورقة تفاوضية بالنسبة لأردوغان. أسأل، لديه اعتراضات على ما قلته فيما يتعلق بالموقف من اللاجئين، فيما يتعلق بالموقف من النظام السوري، هل الاقتراب من النظام السوري يسهل حل الأزمة في سوريا أم يعقدها؟ ستعطيني الوقت الكافي لأتكلم. أكثر واحد أخذت وقت أستاذ يوسف أنت. ولكن الموضوع دسم. معلش أنا من واجبي أن أعدل بين الضيوف. يعني. تفضل. أنا من واجبي أن أعدل بين الضيوف. أول شيء تعليق على كلام ضيفك من إيطاليا عندما بس قال. بس بسرعة طبعاً من فضلك. عندما قال بأنه لا يتفق، وهو رأي أحترمه، ولكن هنالك أيضاً رأي مخالف لرأيه، بحيث عندما قال بأن بشار أسد قبل 2004 أو عند 2004 هو مغالطة وهو يختلف عن 2000 بعد 2011. نحن نتكلم عن أشخاص، نتكلم عن النظام. النظام السوري هو كشر عن أنيابه ضد شعبه بعد 2011. قبل 2011 كان مستترا تحت عناوين براقة، ونحن نعلم من هو هذه الطائفة ومن جاء ومن يدعمه. هذا واحد. ثانيا، طب كيف مستترا؟ يعني معقول دولة لا تعرف النظام السوري وهو له تاريخ سابق في الدموية؟ يعني هذا كلام تبريري. يعني هو جاء بشار، ليس تبريرا، بشار جاء على أساس أنه هو متعلم ودكتور وتلوث يده بالدماء والكل ينتظر منه. لكن القادة الأمنيين أنفسهم كان قام بتغيير الكثير من قادة الجيل السابق، كان يرجى منه، كان يؤمل منه أن يكون غير ذلك، ولكن الحديث في الماضي لم يغير في الواقع شيء. الآن هو طيب. على شاكلة من كان قبلهم طيب. وهو يعني الآن يداهم ملتقطان بالملايين أو عشرات الآلاف من دماء السوريين الأبرياء. أما النقطة الثانية التي ذكرها ضيفك أيضا، ولا لا أتفق أبدا في هذه النقطة، عندما قال تضخيم قضية قسد وتضخيم الوجود الكردي والانفصالي في سوريا، وأن يجب عدم تضخيم هذا الموضوع. بالعكس تماما يا سيدي، المخطط لتقسيم أربع دول، وأنصحه أن يراجع نيوزويك في هذا الموضوع، كيفية إنشاء دولة اسمها كردستان الكبرى، والخريطة موجودة، جزء جنوب شرق تركيا، شمال شرق سوريا، شمال العراق، وجزء من إيران. هذه هي كردستان الكبرى بحدودها المرسومة، خارطة التخطيط لخمسين عاما قادمة منذ عام 1991، بس سميها إن شئت من عام 1983 عندما أسسوا البيكاكا. عبد الله أوجلان كان يدرس في العلوم السياسية في جامعة أنقرة، وهو صنيعة المخابرات الأمريكية. عبد الله أوجلان هو البذرة التي طيب. زرعت من أجل تقطيع هذه الدول طيب. لذلك قصد هي جزء من هذا المشروع، وتقسيم سوريا جزء من هذا المشروع، وهو مشروع انفصالي كبير مدعوم من طيب. أمريكا. إذن خطر التقسيم هو مرض متعدي. هو رأيك معتبر أستاذ يوسف، هذا رأي معتبر إلى تركيا، وهناك دراسات دولية تؤكد ما تتفضل به، مع الاحترام لرأي ضيفنا الآخر. لكن هل اقتراب أنقرة من دمشق سيحل الأزمة في سوريا؟ وهذا بيت القصيد في هذه الحلقة، أم سيعقد الحل؟ أنا لا أتوقع، أنا أتوقع يجب أن ننظر
بعمق لماذا هذا التوقيت بالذات تمت هذه التصريحات. أنا برأيي أن هذه مناورة سياسية ولا توجد هنالك نوايا حقيقية لتغير السياسة المنهجية التركية مع النظام السوري. بمعنى الملفات بين سوريا وتركيا ملفات شائكة جدا. تركيا هنالك مناطق ثلاث ملفات، ما هي الملفات الشائكة؟ واحد، تركيا الآن هي موجودة فعليا في مناطق محررة أو سمي إن شئت تحت الوصاية أو الحماية التركية داخل الأراضي السورية. كيف ماذا سيكون مصيرها؟ تركيا لن تنسحب منها. النظام السوري يضع شرطا اساسيا لاي مفاوضات او البدء في المفاوضات هو انسحاب تركيا من هذه المناطق. هذه نقطه، وهي ملف شائك جدا. طيب، وبحاجه الى شهور وجلسه وشهور بل سنين لتجاوزها. نقطه ثانيه، 4 ملايين موجودين الان داخل تركيا و4 ملايين معارضه على الحدود في المناطق المحرره. طيب، مثلا ما مصيرهم؟ هل تركيا والنظام يقول عليكم ان تسلمونا اياهم، هل تركيا ستسلمهم؟ وتركيا قالت لا. هالنقطه ثالثا يا اخي، هذا النظام فاقد السياده، ثلث مساحه سوريا تحت مقصد وPKK وPYD وYPG و20 قاعده امريكيه، وفرنسا موجوده. نعم، وايران موجوده وغيرهم موجوده، وهو لا يحارب هؤلاء ويقول لك الاحتلال التركي ويجب محاربه تركيا. اذا ماذا القضيه هنا؟ ان تركيا رات يجب سحب الذرائع، تمد قصة الزيتون، تقول أن هنالك نحاول أن يكون هناك حوار سياسي. نعم، ولكن الهدف ليس النظام السوري لأنه هو جزء المشكلة، هو أساس المشكلة ولن يكون جزء من الحل، وإنما الهدف الرئيسي نقطتان. النقطة الأولى بسرعة، النقطة الأولى هو التوازنات الإقليمية مع روسيا، والنقطة الثانية رسالة للناخب التركي الداخلي بأن تركيا تريد أن تحل الموضوع، ولكن الطرف الآخر هو المتعنت. إذن هي مناورة سياسية. أذهب إلى 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 إيطاليا دكتور عبد الله. إذا ما اعتبرنا أن الدافع الأساسي والمحرك الأول للسياسة التركية فيما يتعلق بسوريا هو الأمن القومي التركي، ما مستقبل الحل في سوريا بناء على هذه المواقف التركية الجديدة باختصار من فضلك؟ الأمن القومي يا عزيزي، ردا على الأستاذ يوسف، لما صارت الانتخابات في شمال العراق من أجل استقلال الإقليم، كل العالم وقف ضد الاستقلال، علما أكثر من 90% من الأكراد العراقيين وافقوا على الاستقلال. لا يوجد جد اتجاه في النظام الدولي اليوم إعادة صياغة جغرافية الشرق الأوسط حاليا. هذا وهم كبير سيصبح. نتكلم في ضوء الواقع. تفضل دكتور عبد الله. وبالتالي لا تبنى السياسات على أوهام وعلى يعني تصورات نحن نتصورها، يعني لا جغرافيا ولا ديموغرافيا أكراد سوريا قادرين فعلا. بما تفسر هذه الأسلحة الثقيلة وهذا الدعم الأمريكي الكبير وسيطرة الأكراد على مناطق مثل دير الزور والرقة ليس فيها وجود كردي أصلا، بما تفسر هذا؟ يا سيدي لو أن عرب سوريا والمعارضة السورية وافقت مع الأمريكان بأن يحاربوا داعش في ذلك الوقت لما كان البيدي وكذا. نعم، يعني في أخطاء تاريخية وقعت للأسف، فاعتمد الأمريكان مثل ما بتعرف. طيب، أشكرك. ثمت من يقول، نعم أشكرك دكتور، معذرة انتهى الوقت. ثمت من يقول بأن الانتفاضة السورية رفضت المقايضة الأمريكية حتى لا تكون ورقة بيد الأمريكيين لتحقيق أجندات أمريكية في المنطقة، وهذا رأي معتبر. أشكرك، أدركنا الوقت في ختام هذه الحلقة. أشكر ضيوفي الكرام في الاستوديو، يوسف كاتب أغلو الباحث السياسي التركي، وجلال سلمي الباحث في العلاقات الدولية، وعبر سكايب من مدينة كاتانيا في إيطاليا دكتور عبد الله تركماني الباحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة. شكرا لكم على كرم المتابعة، في حراسة الله.